ننتقل الآن إلى الورقة الثانية، ويشنف آذاننا بها الدكتور علي بن سعيد الريامي من جامعة السلطان قابوس بعنوان المدرسة النزوانية. يتفضل الأستاذ الجليل أشرف النعماني بذكر بعض من سيرته الذاتية. الدكتور علي بن سعيد الريامي باحث من جامعة السلطان قابوس، أستاذ مساعد بقسم التاريخ في كلية الآداب والعلوم الاجتماعية، حاصل على الدكتوراه في التاريخ الإسلامي من الجامعة الأردنية، عضو في كثير من اللجان مثل اللجنة التأسيسية لمركز الدراسات العمانية، وأيضا اللجنة التحضيرية للملتقى العلمي الثالث بدول مجلس التعاون لدول الخليج. له مقالات كثيرة منها مأزق الكتابة التاريخية بين التجديد والتقليد. من مؤلفاته المنشورة قضية عزل الإمام السلط بن مالك الخروصي عن دار بيت الغشم، فليتفضل مشكورا. في البداية أود أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى اللجنة المنظمة لهذه الندوة، والتي جاءت على هامش الاحتفاء بنزوة عاصمة الثقافة الإسلامية. عنوان الورقة كما هو واضح أمامكم المدرسة النزوانية، النشأة والمنطلقات الفكرية. هذه الورقة تتناول عدد من المحاور، المحور الأول المصطلح والتسمية، ثم بعد ذلك الظروف التاريخية لنشأة المدرسة النزوانية، والمحور الثالث المنطلقات الفكرية للمدرسة النزوانية، والمحور الرابع أبرز مفكري المدرسة النزوانية ونتاجاتهم الفكرية، ثم النتائج العامة والتوصيات. وفي بادئ الأمر أود أن أنوه أن عملية فك الارتباط بين المدرستين الرستاقية والنزوانية هو أمر في غاية التعقيد وفي غاية الصعوبة، ولكن حاولت قدر الإمكان أن أختصر الموضوع فيما يتعلق بالمدرسة النزوانية. وقبل أن أبدأ في المحور الأول، أيضا أريد أن أوفي أهل السبق حقهم في هذا الموضوع، فهناك عدد من الباحثين الذين تناولوا بالدراسة هذه القضية، منهم الكندي الخطاب في مقال له الشيخ العلامة أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الكندي، وهو أيضا من المدرسة النزوانية، أيضا الدكتور عصام الرواس وهو أستاذي ومن تعلمت على يديه أسس البحث العلمي، وله مقال أو بحث بعنوان قراءة في الجانب التاريخي لكتابات الشيخ أبي سعيد الكدمي، وهو أيضا من المدرسة النزوانية. أيضا هناك بحث للشيخ السيابي أحمد بن سعود عن الإمام أبو سعيد الكدمي، السالمي عبد الرحمن أيضا العلاقة بين الأئمة والعلماء وتطورات الدولة العمانية، وهو أيضا بحث نشر في مجلة نزوة. الدكتور الأغبري إسماعيل المدخل إلى الفقه الإباضي، الجالود العليان أيضا السير العمانية مصدرا لتاريخ عمان، الشيباني سلطان الكتابات الفقهية وتطورها عند العمانيين، وكذلك الدكتور راشد أيضا له جانب في موضوع القضية والاختلافات الفقهية بين المدرستين الرستاقية والنزوانية. أبدأ بالمصطلح، وحقيقة أن المصطلح المدرسة هو مصطلح حديث نسبيا، وليس المقصود هنا المدرسة بمعناها المحسوس والمادي، بقدر ما هو المقصود فيه أي تيار فكري سياسي ديني أدبي يخطط منهجا معينا في تعامله مع مختلف القضايا المطروحة على الساحة الثقافية. هنا السؤال، متى ظهرت المدرسة، متى ظهرت هذه التسمية؟ في الحقيقة تسمية المدرسة مثل ما ذكرت هي تسمية حديثة نسبيا، ومن خلال بحثي في هذا الموضوع ربما كان يشار إلى هذه القضية بالحدث الواقع بعمان دون أن يشار إلى تسمية رستاقية أو نزوانية، ولكن هذه التسمية النزوانية ورستاقية عرفت في فترة لاحقة حسب ما توصلت إليه، تقريبا في النصف الثاني من القرن الخامس الهجري، حيث عبر عنها أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الكندي في كتابه بيان الشرع بمذهب الرستاقية والنزوانية، واستخدم هذا المصطلح أيضا من قبل أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي في كتابه الاهتداء تحت مسمى الطائفتين الرستاقية والنزوانية.
السؤال المطروح أيضا هنا، لماذا سميت بالنزوانية والرستاقية؟ هل هي نسبة إلى المكان الذي انتشرت فيه أفكار هاتين المدرستين، أم نسبة إلى أصول العلماء المنتمين إلى كلتا المدينتين؟ ولو أخذنا بجانب المكان، فأبو سعيد الكدمي وهو عميد المدرسة النزوانية هو من كدم، وكان بالأحرى أن تسمى بالمدرسة الكدمية، وهذا ينطبق أيضا على المدرسة الرستاقية التي كان عميدها ابن بركة، وكان أيضا أحرى أن تسمى بالمدرسة البهلوية. أيضا صاحب كتاب الاهتداء أحمد بن عبد الله، على الرغم أنه هو من علماء نزوة، ولكنه كان في فكره وتوجهه كان رستاقيا، وكان من أشد المدافعين عن آرائها المتشددة، خاصة في مسألة البراءة من الخارجين على الإمام السلط. أيضا أبو الحسن البسيوي صاحب السيرة المشهورة الحجة على من أبطل السؤال في الحدث الواقع بعمان، هو من في الحقيقة هو من بهلة، هنا خطأ من الرستاق، هو من قرية بسية التابعة لمدينة بهلة، لكنه في توجهه كان رستاقيا. ناقش أيضا موضوع التسمية أحمد بن سعود السيابي، وربما تجد قبولا هذا، أقصد هذا التفسير بالنسبة لسبب التسمية، فقال إن سبب تسمية فريق المتبرئين بالفرقة النزوة الرستاقية لكون أبي قحطان خالد بن أبي قحطان الهجاري كان أول من ألف سيرة مطولة في أحداث الخارجين على الإمام السلط، في حين كان أبو عبد الله محمد بن روح بن عربي الكندي هو أول من ألف سيرة يبرر فيها موقف أولئك الواقفين من قضية عزل الإمام السلط. وخلاصة القول في هذا الموضوع، نقول إن نسبة المدرستين إلى الرستاق هو جاء نتيجة طبيعية بحكم ما تمثله هاتان المدينتان من أهمية، حيث كانتا تمثلان عصب الحياة الفكرية والسياسية، ناهيك ربما عن التنافس بين المدينتين، وبالتالي كل فريق أراد المحافظة على اختيار الأئمة من بني خروص ومعقلهم الرستاق، والفريق الآخر النزوانية ربما أراد التجديد في انتخاب الأئمة من مدينة نزوة كونها عاصمة الإمامة وتحظى بمكانة سياسية. هنا بس شرح فيما يتعلق بانتقال العواصم، بدءا من صحار ثم نزوة، ثم بعد ذلك رأينا كيف أن الرستاق بدأت أيضا تأخذ مكانتها أيضا كعاصمة سياسية بعد ذلك. بالنسبة للظروف التاريخية، طبعا نشأة المدرسة النزوانية والرستاقية كلاهما ارتبط باحتدام النقاش والجدل الكبير حول قضية عزل أو اعتزال، مثل ما تسميه بعض المصادر والمراجع، اعتزال الإمام السلط بن مالك الخروصي سنة 272، ولذلك قيل إن الناس فيه فرق، فريق قال اعتزل، وفريق قال عزل، وفريق قال قد استحق العزل، وفريقا قال لم يستحق العزل. وأيضا جاء في كتاب بيان الشرع، اختلف أهل دين الأباضية في زمن الإمام السلط بن مالك، فاختلف أهل عمان وافترقوا على فرق شتى في أمر السلط بن مالك، وراشد بن النضر وموسى بن موسى بن علي الإزكوي وعزان بن تميم. ويمكن القول إن المدرسة النزوانية نشأت بعد المدرسة الرستاقية بقليل، ولم تتبلور أفكارها في خطم الأحداث كما نعتقد إلا بعد أن أعلن الأزهر بن محمد بن جعفر رجوعه عن موقفه المؤيد للعزل، ونرى هنا كيف أن الإبن يخالف والده في هذه القضية، وبالتالي كان رجوعه ذلك كان بغرض تحري الحقيقة، وهو ما يعرف بوقوف السؤال قبل إصدار أحكام تتعلق بالولاية والبراءة. وبالتالي نقول إن النشأة التاريخية لظهور المدرسة جاءت في أعقاب خلاف سياسي فجر شرارته الأولى عزل الإمام، فأثار بذلك جدلا سياسيا، ثم تطور بعد ذلك مع مرور الزمن إلى جدل فكري، ولم تقتصر فيه المناظرة على الجوانب السياسية، بل تعداه إلى أحكام بمسائل الولاية والبراءة والوقوف على ذلك. هذا ما حدا بالعالم الكدمي إلى تأليف كتابه الاستقامة. بالنسبة للمنطلقات الفكرية للمدرسة، هنا أعرض باختصار بعض هذه المنطلقات. هنا يرى أنصار المدرسة أن هناك تضارب في الأخبار الواردة حول حادثة العزل، فكما قيل لم ترد ورودا واحدا تقوم به الحجة،
وتقطع عذر من غاب عنها كقيام الحجة على من شاهدها، وعلى ذلك وجب عندهم أن يقفوا عنها والإمساك عن النظر فيها، وبالتالي هم لا يكلفون الناس السؤال عنها. قالوا: ليس علينا أن نتكلف علم ما غاب عنا، ولا نتعرض لما يسعنا جهله مما تقدمنا، وأنها كانت فتنة، وأن أهل الدار فيها كل مخصوص بعلمه، فمن تولى الجميع توليناه، ومن وقف عنهم توليناه. أيضا هم بنوا موقفهم على الشك في حادثة العزل، فمنهم من حاول إيجاد العذر لمن قام بعزل الإمام، وبالتالي قالوا إن موسى بن موسى لم يخرج إلا من أجل تحقيق مصلحة عامة وليس لتحقيق مصلحة خاصة. وقد عبر الكدمي عن ذلك عندما قال: وإنما ذلك شيء زائل قد انقضى ومضى، إلا أن يكون ذلك قائما بعينه ينتهك حرمة الله ويضيع فرائض الله. إن الاختلاف في أحداث عزل الإمام الصلت إنما هي، قالوا أيضا، دعاوي تحتمل الصواب والخطأ وتحتمل الحق والباطل، وبالتالي نتيجة هذه الدعاوي لا يمكن الوصول إلى علم حقيقة ما حدث إلا إذا كان هناك من شاهد هذا الحدث أو نقل مباشرة عن المشاهدين لهذا الحدث. وإنما هنا نص، وإنما وقف الواقفون عن أهل هذه الأحداث التي جرت على اعتقاد ولاية المحق منهم والبراءة من المبطل منهم إذا خفي عليهم حقيقة أمرهم وصحة أصل فعلهم وادعاءهم على بعضهم بعض، فشكل لذلك أمرهم واحتمل حقهم وباطلهم عندهم. موقف النزوانية من قضية عزل الإمام الصلت: أول شيء، أن النزوانية أخذوا بالأسباب الظاهرة والمعلنة من قبل من قام بعزل الإمام الصلت، أيضا أجازوا الرخصة في الوقوف علم ما قد وسعهم جهله، يتمسكون بالقول أن فعل موسى وراشد في خروجهما على الإمام يخرج على سبيل الدعاوى، معتبرين البراءة منهما بمثابة قذف لهما. احتجوا أنه لم يظهر من العلماء إجماع على باطل فعل موسى وراشد، كما لم يكن هناك إجماع على تصويب فعلهما، وبالتالي لهم أن يتوسعوا بالوقوف. وبالتالي هنا رجعوا إلى الأثر ما أثر أيضا، قالوا أن كل مشكوك موقوف، وأيضا في الأثر أن الأمور ثلاثة: أمر بان لك رشده فاتبعه، وأمر بان لك غيه فاجتنبه، وأمر أشكل عليك فكله إلى الله. يرون أنه أيضا لا يجوز التقليد في البراءة، وإنما يلزم كل واحد نفسه البراءة من أهل الحدث. ولذلك هنا نلاحظ كيف أن المدرسة، أصحاب المدرسة الرستاقية، كانوا قد ألزموا بالسؤال عن هذه القضية، حتى يذكر الكدمي في كتابه الاستقامة أن يطالبون من الشخص أن يخرج إلى فلان ابن فلان في الرستاق على سبيل المثال، أو في سمايل أو في صحار، وبالتالي كانوا يلزمون الناس بالسؤال عن هذه القضية، وهو ما لم يراه النزوانيون. يجيز أنصار المدرسة النزوانية الخروج وعزل الأئمة في حالة أن رأت الخاصة من العلماء ما يستحقون به العزل، وقد يكتفون بالبراءة منهم في السريرة، وهو أيضا ما خالفوا فيه المدرسة الرستاقية. من خلال ما سبق يتضح أن المدرسة النزوانية تبنت موقفا معتدلا اتسم بالوسطية وتحكيم المنطق العقل والحكمة في التعامل مع المواضيع الخلافية دون تشنج أو انفعال، وهو موقف يهدف إلى إشاعة الوحدة في المواقف الصعبة. وقد اجتهد أبو سعيد الكدمي في تخفيف حدة الخلاف الدائر بين المدرستين الرستاقية والنزوانية، وهناك أيضا محاولات سبقت أبو سعيد، منها مثلا عدد من العلماء قالوا: فتداعينا إلى الاجتماع بسعالم النزوة، منهم أبو إبراهيم محمد بن سعيد، وحضر هذا الاجتماع أيضا عدد من العلماء، منهم الأزهر بن محمد وأبو خليد كيس بن الملا وعثمان بن محمد بن وائل. هناك أيضا محاولة للاجتماع على أيضا عندما عزموا على عقد الإمام لراشد بن الوليد، ومرة أخرى أيضا في عهد الإمام راشد بن سعيد سنة 443. بالنسبة لأبرز مفكري المدرسة النزوانية، إذا اعتبرنا أن الواقفين في مسألة البراءة من الخارجين يمثلون التيار المعتدل، فممكن أن نسيق عدد من الشخصيات والعلماء أيضا الذين كانوا على مذهب الوقوف، منهم الأزهر بن محمد بن جعفر وأبو الحواري محمد بن الحواري بن عثمان القري، أيضا مؤلفات جامع أبي الحواري، بشير بن محمد بن محبوب بن الرحيل، ومن آثار كتاب المحاربة،
وأبو عبد الله أيضا نبهان بن عثمان النزوي، وأبو إبراهيم محمد بن سعيد بن أبي بكر، وأيضا صاحب السيرة المطولة أيضا والتي أيضا قدم لها الشيخ سلطان الشيبان أيضا دراسة مستفيضة اللي هي سيرته أيضا عن حادثة عزل الإمام الصلت بن مالك، وهناك أيضا أبو خليد كيس بن الملا، وهناك أيضا رمشقي بن راشد وهو من شيوخ أبو سعيد الكدمي، وأيضا بالتأكيد أبو سعيد الكدمي طالما ذكرنا أنه هو عميد المدرسة النزوانية، وله عديد المؤلفات أيضا مثل ما تعلمون. أيضا هناك محمد بن إبراهيم أيضا صاحب كتاب بيان الشرع، وقد تناول الخلاف في هذه القضية في الجزئين الثالث والرابع. النتائج العامة: تشكلت المدرسة النزوانية كردة فعل لمواقف متباينة من قضية نشأت في الأساس على خلفية سياسية سرعان ما تحولت إلى جدل فكري، وهو جدل وإن كان له وجه سلبي إلا أنه كان أيضا سببا مباشرا في إبراز نتاج وموروث فكري غزير في فترة حرجة شابها اضطراب سياسي. تعتبر المدرسة النزوانية مدرسة وسطية تبنت آراء معتدلة في قضية الإمام وفي أحكام الولاية والبراءة. حرصت النزوانية على إذكاء روح التسامح، ودعت إلى عدم الالتفات إلى أحداث الماضي وميراثه المتشدد وما قد يثيره من أحقاد وضغائن، وهي أحداث يمكن نسيانها أو تناسيها من أجل إعادة الوحدة الوطنية التي مزقتها الخلافات وعصفت بها الفتن والمحن وقلبت معها الاستبداد الداخلي والأطماع الخارجية. نادت المدرسة النزوانية بالسلم الاجتماعي، ودعت إلى تقديم حسن النوايا على سوء الظن ونبذ الخلافات وتجاوزها، وما أحوجنا اليوم إلى مثل هذا الفكر الذي يتبنى مبدأ العفو والتسامح ويدعو إلى طي صفحة الخلاف مع الآخر دون الخوض في تفاصيل من كان مصيبا ومن كان مخطئا في أحداث ذهب الزمان بها ولم يعد لصناعها وجود. التوصيات وهي آخر جزئية يوصي الباحث بإعادة قراءة فكر المدرسة النزوانية قراءة عميقة والحفر والنبش في مكنوناته إرثها الفكري المخطوط خاصة من وخاصة المتمثل منه في السير والجوابات، والعمل على تحقيق ذلك الموروث تحقيقا علميا رصينا واستخلاص العبر منه وربطه بمجريات الحاضر بغرض الاستفادة منه في المستقبل لبناء مجتمع متماسك تسوده المحبة وتقبل الرأي والرأي الآخر وتغلب فيه المصلحة الوطنية على المصالح الذاتية. وأشكركم على حسن الاستماع.